لما تكون انت سنتر راح تشوف اللي حواليك هذا كله وبشكل حلو طيب، لكن لما تطلع نفسك من السنتر وتطلع من برا ما راح يهمك. خليني حق الشغله هذه بشكل هم ثاني توضيحي. سنسي عادل، كابتن عادل جاي قال لي مشكله تخصه. اذا انا احب عادل، احبه فعلا واخاف عليه ويهمني امره، راح ادش بمشكلته واعيش فيها على اساس ان انا احاول اساعده. اذا عادل ما يهمني بطالع الموضوع من برا، اي اوكي يعني وبعدين، معناته انا ما راح احس فيه، فبالتالي لا يمكن افيده. معناته هو راح حق الشخص الخطا، الانسان اللي ما يحس وعديم الاحساس باصحابه واصدقائه وحبايبه، كله طالع وكله عازل نفسه، ما يهمني فلان، ما يهمني. لا، لازم تدير بالك على حواليك مثل ما انت داير بالك على نفسك المفروض، وفي ناس حتى على نفسها ما تدير بالها. فنحاول من خلال المنطق الايكيدو نفهم السنتراليزيشن، ان انت السنتر والناس كلها اللي تيك وتحبك وحواليك، ولما يحتاجونك يلقونك، مو دائما عازل نفسك على الناس. شلون الشغله تطبق بحيث ان الشخص لما يهجم علي انا ما ابي؟ هم نرجع حق منطق الايكيدو كحركات. يجي كابتن عادل يحاول يمسكني مسكه جياكو همي، هاي يسمونها جياكو همي، كتاتي دوري جياكو همي. هني اذا انا بتصرف من منطق اللي هو انعدام الاتزان او انعدام السنترلايزيشن، او ان انا قاعد احاول اتصرف من السنتر مالي هذا، اذا خذيته من فوق خلينا نقول، ها جود الحيل عادل، شوف هذا جسمي من فوق، لاحظ هذا جسمي من تحت، وهذا شيء دارج وايد قاعد يصير. اي واحد يودك على طول قاعد تسحب نفسك شيء تصير. شوف السنتر شو يسوي اذا تحركت كلك والسنتر، ها لاحظ بالبطيء، ها شوف هذا جسمي، من غير ما اتعب نفسي انا اتصرف صح. العمليه دراسه يا جماعه، العمليه دراسه، مو والله يقول لك هذا سوبرمان وهذا يسوي اشياء ما حد يقدر عليها، لا العمليه مو كذي. كل العمليه ان انا درست العمليه الشغله هذه كدراسه وفهمت شنو تحوي من داخل، فبالتالي عرفت شنو المبدا اللي انت لازم تمشي عشان تاثر على شخص من غير ما تتعب نفسك وتاثر عليه فعليا. لما يودك هالشكل هذا بتحاول انك تستخدم العضله، بتحاول تستخدم جسمك بالكامل بهالشكل هذا، ما راح تقدر تسوي شيء. العملية لازم بالنفس، لازم طاقة من داخل، لازم تستخدم الهارة، ولازم تكون سنتر انك تثبت نفسك. لاحظ شوف تأثير عليه، لاحظ لما انا اسوي شيء ماكو شيء، هذه ايدي بروحها، جسمي بروحه من فوق تحت سنتر. شوف من غير ما اقول له، شوف التتابع هو التأثير، هو قاعد ينطر مني التأثير. اذا ما احس بتأثير ما راح يلحق ولا راح يمشي ولا راح يتحرك مكانه. التأثير ايش رايكم نجربها بشكل اقوى؟ تي عقيل مع عادل، تعال معهم، تعال اسماعيل معاهم، جياكو كلهم ماسكين جياكو الحين، هذا الجسم، هذا الجسم، شوف السنتر الحين، وبسويها بالبطيء عشان ما نقول والله السالفة جت مفاجأة وقص عليهم. سالفة حقيقية وموجودة وفي باور، نبي نصدق كيفنا، ما نبي نصدق هم كيفنا، لكن موجود. انت صدقت ما صدقت، موجود القوة هذه موجودة وقاعد تثبت هنا. ماشي يا جماعة، نشوف الحين لو دش علي عادل بنفس الحركة هذه بس بسرعة. لحظة شوف الباور الموجود هنا شلون خليت الشخص باي يوزنج ذا سنتراليزيشن. راح سنتر، كل شيء عندك هني سنتر. لاحظ نفس الطريقة، لو حاول يمسكني اللي هي